الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، معا في مسيرة المائة فقرة من كتاب الامتحان، ووصلنا بحمد الله إلى الفقرة 66 بعنوان مي زيادة. مي زيادة هو الاسم المستعار للأديبة الكاتبة ماري بنت إلياس، والدها لبناني. كلمة لبناني هنا طبعا خبر، لأن الجملة بدأت جديدة وهي بكلمة والدها. والدها هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة والهاء مضاف إليه، وأخبرت عن والدها بأنه لبناني، فلذلك كلمة لبناني هنا مش نعت، لبناني هنا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. انتقلت معه إلى مصر، كانت تتقن إلى جوار العربية اللغات. طبعا هنا نجيب الجملة من الأول، تتقن إلى جوار العربية اللغات، يبقى هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، انتبهوا لأن ده جمع مؤنث سالم، فأرجو كده مش في زحمة الامتحان وفي زحمة الحل ننسى حكاية علامات الإعراب أو نغلط فيها، لأن ده طبعا ممكن ينقصنا. فهنا كلمة لغات جمع مؤنث سالم، إذن هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. أحدثت حركة أدبية بمنتداها الأدبي الذي حضره أشهر الأدباء. طبعا هنا أشهر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وده ينبهنا إلى أن اسم التفضيل بيعرب حسب موقعه في الجملة. يعني عادي جدا لما أقول أسعى إلى مستوى أفضل، أسعى إلى مستوى أفضل، كلمة أفضل هنا نعت، نعت مجرور وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. هنا الذي حضره أشهر، مين اللي حضر؟ أشهر، يبقى أشهر دي الفاعل، أمال الأدباء دي إيه؟ طبعا دي مضاف إليه. في عصرها وكان يعقد بدارها كل يوم ثلاثاء، لم تتزوج، فلما مات أبوها ثم أمها. طبعا هنا أمها معطوفة على أبوها، كلمة أبوها هنا فاعل طبعا، وأمها تبقى معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لأن ثم طبعا من حروف العطف. غلبها الحزن وانقطعت عن الناس والكتابة، ومرضت وظلت في اضطراب عقلي عامين حتى ماتت. بيقول لي استخرج من الفقرة اسما من الأسماء الخمسة وبين علامة إعرابه. طبعا كلمة أبوها هنا، فلما مات أبوها، أبوها هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ظرفا وبين نوعه، طبعا يقصد بنوع هنا ظرف زمان أو ظرف مكان. هتلاقي كمان شوية كلمة عامين، ظلت في اضطراب عقلي عامين، يبقى كلمة عامين هنا تدل على المدة التي ظلت فيها مي في اضطراب عقلي. وطالما الكلمة جاءت لتحديد مدة حدوث الفعل يبقى ديت على طول ظرف، يبقى هنا عامين ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء. طب ما تنفعش كل يوم، يعني كان يعقد بدارها كل يوم. الحقيقة كل يوم هنا بيعربوها نائب عن الظرف، يعني نائب عن الظرف، يعني بدل ما أقول كان يعقد بدارها يوميا أو كان يعقد بدارها يوم الثلاثاء، جت كلمة كل وقفت مكان الظرف وخلت الظرف مضاف إليه، يعني خلت كلمة يوم مضاف إليه. فلما يحصل كده يبقى بنسميها نائب عن الظرف، أيوة، ومنصوب طبعا، لأن الظرف بيبقى منصوب، يبقى النائب عن الشيء المنصوب يبقى منصوب زيه، زي النائب عن الفاعل مرفوع لأن الفاعل مرفوع، والنائب عن المفعول المطلق منصوب لأن المفعول المطلق منصوب، وكذلك النائب عن الظرف يبقى هنا إيه شباب؟ يبقى هنا منصوب. طب عرفوا إزاي النائب عن الظرف ده أستاذ؟ تعرفوا بأنها كلمة أضيفت إلى الظرف فجعلت الظرف مضاف إليه وخدت هي مكانه، وغالبا ما بتبقى كلمة كل أو بعض، يعني ما أقول قضيت بعض الوقت، بعض هنا طبعا تبقى نائب عن الظرف، وكلمة أذهب إليه كل يوم، كل هنا نائب عن إيه شباب؟ عن الظرف. السؤال اللي بعديه بيقول لي بدلا وبين نوعه، طبعا هتبقى كلمة ميري، لأن مي زيادة هو الاسم المستعار للأديبة الكاتبة ميري. احنا كنا زمان قلنا، ممكن أفكرك بالكلام ده، قلنا كتير قوي في الفقرات السابقة أن اللقب أو المهنة زائد اسم صاحبها يبقى بدل، وأنا عندي كلمة الكاتبة هنا طبعا هي مهنتها، فكلمة ماري تبقى بدل ماله. هنا بقى هنشوف بدل مجرور للأديبة الكاتبة، لأن كلمة الكاتبة هنا ها مالها؟ نعت الكلمة الأديبة، والأديبة مجرورة، إذن كلمة الكاتبة مجرورة، وبالتالي كلمة ميري مجرورة، وطبعا هتبقى مجرورة بالفتحة لأن الأعلام النساء
يعني أعلام أسماء النساء كلها ممنوعة من الصرف، العالم المؤنث ممنوع من الصرف. يبقى كلمة ميري هنا مجرور وعلامة جره الإيه يا شباب؟ الفتحة. عندي نوع طبعا مطابق هنا، هو ما طلبش إعرابه، أنا زودت إعرابه، هو طبعا نوع ميري هنا تبقى بدل مطابق. ضميرا في محل رفع وآخر في محل جر. طبعا عندنا في الأول خالص كلمة هو، احنا عرفنا أن الضمائر المنفصلة غالبا ما بتعرب في محل رفع مبتدأ، وفعلا مي زيادة هنا تعتبر مبتدأ تاني، لأن مي زيادة مي مبتدأ أول، وهو هنا هتبقى مبتدأ تاني. يبقى ده ضمير في محل يا شباب، في محل رفع. طب عايز ضمير في محل آخر في محل جر، دي سهلة بقى، يعني والدها، الهاء في والدها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، لأن أذكر أن الضمائر التي تتصل بالاسم تعرب في محل جر مضاف إليه. عايز خبرا لناسخ وبين محله الإعرابي. طبعا أنا عندي ناسخ، يبقى فتح لي الموضوع حرف ناسخ أو فعل ناسخ، ونخلي بالنا قوي من الحتة دي في الامتحانات يا شباب، لحسن تطير مننا درجة نتيجة عدم التركيز في السؤال. لما يقول استخرج خبرا لحرف ناسخ غير لما يقول استخرج خبرا لفعل ناسخ. حرف ناسخ يعني إن وأخواتها، فعل ناسخ يعني كان وأخواتها وكاد وأخواتها. أما إذا قال لي استخرج خبرا لناسخ كده مفتوحة، يبقى كده هو فتح لكل النواسخ. يبقى أنا هنا لما أجي لقي كانت تتقن، تمام، تتقن جملة فعلية في محل نصب خبر كانت، وكان يعقد، تمام، ضمير الفعل المضارع ونائب الفاعل المستتر، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. ولما أقول كانت أو ظلت في اضطراب عقلي، ده خبر شبه جملة في محل نصب خبر ظلت، وهكذا. يبقى كده احنا طلعنا أخبار كثيرة. ممنوعا من الصرف قلنا كلمة مي لأنها علم مؤنث، أو كلمة ميري لأنها أيضا علم مؤنث، أو كلمة أشهر لأنها وصف على وزن أفعل. السؤال جيم بيقول لي اقرأوا كتب التاريخ فتظهر لكم العبر، والسؤال الجملة الثانية بتقول اقرأوا كتب التاريخ تظهر لكم العبر. الحقيقة دي يمكن معلومة لطيفة ومعلومة جميلة لما تعرفها تثبت في دماغك، لأن الفرق بسيط قوي، لكن الحدث أو الناتج عن الفرق هيبقى كبير. يعني هنا في فاء، هنا ما فيش فاء. الفاء الأولاني دي فاء السببية، ليه بقى؟ لأن ده فاء مسبوقة بالطلب أهي، ما هي فاء السبب، يقول لك فاء السبب تسبق بنفي أو طلب. فهنا كلمة تظهر قبلها اقرأوا، إذن الفاء سببية، والفاء السببية تنصب الفعل المضارع. إنما لما أقول لك اقرأوا كتب التاريخ تظهر لكم العبر، هيبقى مجزوم في جواب الطلب، أيوة، اللي هو ذاكر تنجح، إذا وقع المضارع نتيجة لأمر أو نهي جزم. طبعا هنا تظهر وقعت نتيجة اقرأوا، يبقى مجزوم. ودي بقى بتظهر قوي يا شباب في حروف العلة، يعني ده هو هنا جايبها كده يعني لطيفة يعني سهلة يعني، لكن ممكن اجيبها لك بقى مثلا اقرأوا كتب التاريخ مثلا فتعلوا هممكم، فتعلوا هممكم، اقرأوا كتب التاريخ فتعلوا هممكم. اجي اقول لك احذف الفاء واكتب الجملة صحيحة. طبعا في الجملة اللي انا قلتها شفهودية اقرأوا كتب التاريخ فتعلوا هممكم، كانت الفاء نصب الفعل، والفعل المعتل بينصب بالفتحة عادي، يعني ما فيش حاجة اسمها يا جماعة منصوب بحذف العلة. الخطأ ده أنا بلاقيه كتير جدا في أوراق التصحيح، في ورق التصحيح لما باجي صحح بلاقي طلبة كتير جدا بتقول منصوب بحذف العلة. ما فيش حاجة اسمها منصوب بحذف العلة. الفعل المضارع ينصب بالفتحة أو بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. يبقى فتعلوا ده فعل مضارع منصوب. لو أنا جيت قلت لك احذف الفاء واكتب الجملة صحيحة، طبعا لما حذفت الفاء هتبقى كلمة تعلو وقعت نتيجة لقراءة، وبالتالي وقعت نتيجة لفعل أمر، يبقى هتبقى تجزم، يبقى تتحول هنا من النصب إلى الجزم، يبقى لازم أشيل حرف العلة بقى، يبقى تعلو يعني أكتب تاء عين لام واللام على ضم. ده بس عشان نفرق ما بين المنصوب بفاء السببية وما بين المجزوم في جواب الإيه شباب، في جواب الطلب. القارئ الذي يكثر من القراءة، سؤال ده بقى، القارئ الذي يكثر من القراءة هو الأكثر ثقافة. اجعل العبارة للمثنى ولجمع المذكر وغير ما يلزم. يبقى الأول القارئان اللذان، خلي بالك كلمة اللذان بتتكتب باتنين لام، اتنين لام. القارئان اللذان يكثران، عادي فعل مضارع مرفوعة، مش هشيل النون بتاعته، وهي اللعبة كلها لعبة علامة إعراب. القارئان اللذان يكثران من القراءة هما. طبعا اسم التفضيل هنا يطابق لأنه معرف بأل، يبقى لازم أقول هما الأكثران ثقافة.
طب لو الجمع بقى القارئون، طبعا الهمزة هنا على ياء أو على نبر يعني، القارئون الذين، طبعا الذين هنا هتبقى لام واحدة، القارئون الذين يكثرون من القراءة هم الأكثرون ثقافة. لازم أجمع كلمة الأكثر، وخلي بالكو اللعبة كلها هنا في كلمة الأكثر، لأن ممكن طالب هيقول الأكثر وما يجمعهاش والجملة هتمشي معاه. يعني بص كده، ممكن طالب يقول القارئان اللذان يكثران من القراءة هما الأكثر ثقافة، غلط كده، غلط. اسم التفضيل لابد أن يطابق هنا. لو طالب قال القارئون الذين يكثرون من القراءة هم الأكثر ثقافة، على فكرة هي ماشية معاك اهي، هم الأكثر ثقافة، لكن الصحيح حسب منهجنا ان اسم التفضيل المعرف بقال لابد ان يطابق، فهنا لابد ان يجمع مثل ما قبله مجموعة. لما قلت هم يبقى لازم اقول الأكثرون، ولما قلت هما يبقى لازم اقول الأكثران. في اي مادة تكشف في معجمك عن كلمة تتقن؟ كلمة تتقن نبحث عنها في تقنا، مش وقنا يا جماعة، ما فيش وقنا ديت، مش صح خالص. ما قلت تتقن الشيء جاية من تقنا، من الإتقان، وهو فعل ثلاثي ممكن يزاد بحروف لكن أصله كلمة تقنا. أبناء الطلاب، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات في هذه الفقرة، وإلى اللقاء في الفقرة القادمة بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.